وتجسيدا للأجواء الروحية التي تسبق زمن المجيء، تواصل كنائس المملكة احتفالاتها بطفل المغارة الآتي إلى هذا العالم، وذلك من خلال إقامة الأمسيات والاحتفالات الدينية التي تصحبها إضاءة شجرة عيد الميلاد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. مع الملائكة والرعاة نرنم ونهلل للمسيح المنتظر، لأنه النور الآتي إلى هذا العالم، لذلك نستقبله في فرح وسلام، ونضيء له المكان حيث ستلده العذراء. وهكذا تتوالى الجوقات الكنسية في تكريم الحدث المقدس، وتتلألأ الأشجار نوراً وضياء. ففي كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في الحصن، أنشدت المرنمة اللبنانية رانيا يونس بصحبة جوقة الثالوث الأقدس وجوقة الكنيسة بأمسية ميلادية بعنوان إني أبشركم بفرح عظيم، بحضور راعي الحفل كير جوزيف جبارة مطران الروم الكاثوليك في الأردن وكاهن الرعية الأب ويليام سويدان، حيث أضيئت شجرة الميلاد في ساحة الكنيسة. يعني بهجتنا كبيرة أنه أمام المغارة اللي تمثل مغارة الرب يسوع المسيح، بفرجينا قديش التواضع، تواضع الرب الإله اللي تجسد وولد في مذود. من هنا إحنا ننطلق ونقول فعلا المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. اليوم ولد لكم مخلص وهو الرب يسوع المسيح. آمين. باسم كنيسة القديسين بطرس وبولس، متمثلة بجوقتها وشبيبتها، نشكركم جميعا على حضور أمسيتنا، ونخص بالذكر شاشة نورسات المتميزة. فأود أن أقول بكلمات المتواضعة: صاح أشعياء بنبواته، حملا سيأتي بمجد قواته. صاح أشعياء بنبواته، حملا سيأتي بمجد قواته. فولد المسيح بزرع طاهر، فآمن جمعكم وخلص بذاته. أهلا وسهلا، زدتمونا شرفا، تزينت الثرى بكم إجلالا. فحماكم الطفل المولود بمذوده من رحم من شاءت أن تبقى إبتالا. شاشة نورسات العظيمة، نشكر نورسات شاشة متميزة، فباسمة في العطاء يا خير مثالا. وفي كنيسة القديس شربل المارونية في عمان، ترأس القداس الإلهي المطران موسى الحاج النائب البطريركي الماروني في المملكة الأردنية الهاشمية السامي الاحترام، عاونه الأب غازي الخوري والأب سامر زكنون والشما صبحي مخول وشمامسة الرعية. وبعد القداس أقيمت أمسية ميلادية أحياها الأستاذ بيتر نعمة، كما قدمت مجموعة من الترانيم الميلادية الشرقية والغربية. سنيور غازي خوري يلي دعاني على رعية مارشال بالعمان، تأحيي هالرسيتال من عزفي ومن غنائي.
وهالرسيتال الميلاد الرائع يلي كان فيه حضور، يلي كان فيه مشاركة من الأشخاص مدعوين. بالفعل كنا عائلة واحدة، كنا عايشين يعني شقفة من ميلاد بالسما كأنه كنا. وأنا بدي أشكر كمان نورسات على التغطية الحلوة وعلى الأداء الرائع من تصوير ومن أكيب. أنا بوجه لكم أحر تمنيات، بعيد لكم ميلاد مجيد. وفي مدرسة دير اللاتين في منطقة ماركا شرق العاصمة عمان أقيمت أمسية ميلادية وطنية أحيتها جوقة المدرسة تعبيرا عن أفراح العيد المجيد، بحضور كاهن رعية ماركا الأب خليل الجعار ومدير المدرسة الأستاذ سهيل خوري وجمع من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وأهالي الطلبة وذويهم. وقدمت الجوقة الطلابية باقة من الترانيم الميلادية وبعض الأغاني الفولكلورية. ومن الضفة الغربية للنهر المقدس وفي بيت ساحور أحيت كنيسة سيدة الرعاة للروم الكاثوليك الأمسية الميلادية السنوية برعاية النائب البطريرك للروم الكاثوليك المطران ياسر العياش وبحضور الأب سهيل فاخوري كاهن الرعية وجمع من الآباء والحضور. وبعد الأمسية أضاء المطران العياش شجرة الميلاد في جو من الفرح والسرور. نحن عم نعيش بزمن الميلاد المجيد، ميلاد هذا المخلص اللي ترك أعلى سماء وتجسد لبس طبيعتنا البشرية وفدانا على الصليب. طبعا حسب ما بيحكينا الكتاب المقدس إمتى ربنا أرسل ابنه؟ أرسل ابنه لما حل ملء الزمان، يعني إحنا هلأ عايشين بملء الزمان بالكامل. دعوتنا إن ما نهتم نحن بالميلاد، نهتم بطفل الميلاد، لأنه كتير أوقات عمالنا ننسى الميلاد، ننسى طفل الميلاد، ننسى يسوع المسيح، ونلتهي فقط بالقشور الخارجية من سهرات واحتفالات. المطلوب منا هاي السنة إنه نرجع لهذا الطفل الإله العظيم، نركع أمام مغارته ونحكي له يا رب نسلمك كل حياتنا، وإنت إحنا أوراق بيضاء، إنت زي ما بدك ترسم حياتنا إحنا رح نمشي حسب رسمك إنت. بالنهاية ما بنسعنا غير نشكر نورسات الأردن اللي دايماً بجميع نشاطاتنا الكنسية بكونوا دايماً مرافقيننا. الله يعطيهم العافية وكل عام وإنتوا بألف خير. الريسيتال ضم معظم الكنائس، معظم الكنائس كل سنة عملنا من نسمع تراتيل خاصة بالميلاد جديدة متنوعة، وهي التراتيل اللي بتساهم في إدخال البهجة والفرحة في قلوب المسيحيين المنكسرين القلوب في هذه الأيام الذي يعاني منها الشعب المسيحي في العالم من اضطهاد ويعاني من القتل والدمار. فرسالتنا اليوم هي رسالة الميلاد، هي رسالة محبة، رسالة تعاضد، رسالة سلام للعالم. فإحنا من هذا المنبر بنقدم كل التهاني والتبريكات لكل المسيحيين في العالم ولكل أرجاء المعمورة بهذا العيد المجيد. عاده الله علينا جميعا، وقد رفلت بلادنا بأسباب العزة والتحرر، وقد عم السلام ربوع هذه المنطقة، وكل عام وأنتم بخير. وفي النهاية أشكر فضائية نورسات الأردن على مشاركتها دائما وتغطيتها دائما لكل برامجنا ولكل أنشطتنا في بيت ساحور والأرض المقدسة. الشكر الجزيل لهم وبارك الله فيهم على هذه الخدمة العظيمة.
وفي مدينة السلط قدمت تراتيل أردنية من التراث الكنسي العريق من تأليف رعد الزبن، وذلك في احتفال بهيج انطلق من كنيسة اللاتين، حيث أحيت جوقة المرتلين أجمل التراتيل في الكنيسة التي شارك بالحضور مسلمون ومسيحيون في نسيج وطني يعبر عن تلاحم الشعب الأردني الواحد. وبعد الأمسية توجه الجميع في مسيرة حاشدة من كنيسة دير اللاتين إلى كنيسة الروم الأرثوذكس عبر شارع الخضر التاريخي. أنا لأول مرة بالأردن بحضر كواير بغني خارج القداس، ولكن كواير بغني إرث للأردن، تراتيل حضرت لي بطريقة رائعة جدا، وإرث الأردن كمؤسسة من المؤسسات الناجحة اللي احنا بنحب ندعمها دائما، هي وأجنحة الأمل، لأنه هذه المؤسسات عم بتقوم بإبراز الإرث التاريخي للأردن بشكل عام والسلط، مدينة السلط بشكل خاص. أهلها محبين جدا كما تعلمون، ورأيت اليوم من العواطف اللي قدمونا إياها في هذه الموسيقى إذا دلت على شيء دلت على المحبة الأخوية المتواجدة بين أهل السلط بكافة فئاتهم. في الواقع اليوم بجوز لأول مرة بيكون في عيد ميلاد أردني بنكهة أردنية، خليني أسوي من حيث التراتيل، المؤدين، الكاتب، الملحن هم شباب أردنيين من مؤسسة إرث الأردن، احنا فخورين فيهم كوزارة السياحة، واللي شفناه في الواقع هو اليوم ترجم على أرض الواقع نعمة الأردن، نعمة الأمن والأمان، نعمة رسالة عمان اللي أطلقها جلالة الملك قبل 10 سنين أو أكثر، هي رسالة الأردن دائما، هي وطن السلام، وطن المحبة، وطن الجميع. هذا اللي بحب أحكي فقط وبعيد على الجميع، وكرامة وبخير. عايد عليكم ومتابعينكم من أردن المحبة، من أردن السلام، برسالة المحبة والسلام بمناسبة الأعياد المجيدة. إن شاء الله يا رب ينعاد على الجميع. شرفتونا بالتغطية الإعلامية للحفلة اللي عملناها، وإن شاء الله يا رب نلامس قلوب الناس بهالرسالة المستوحاة من أردننا الجميل.